السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة خطوات الفصالة والخياطة. ونبداو لا فيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. اليوم غادي ندير لكم التطبيق ديال الدرس ديال لا جيب شارليستون، وغادي نديرو لي بلي. تنعبرو ثلاثة، غير أنا هاد هاد لاجيب هادي غنديرها غير بلاستيك، غنديرها غير بليسي، ما غنديرهاش شارليستون. شارليستون هي اللي كتكون فوق ديالها بحال لاجيب دوات. هنايا كنعبرو 3 سنتيم، 3 3، وكنبقاو غاديين. الا كان عندكم الثوب مسطر راه ما كيكونش مشكل، الا ما كانش عندكم الثوب مسطر راه غتسطروا بحال هاد الطريقه هادي. بعد ما سطرنا هاد الثوب هذا صلوح، وتنخدموا كل وحده كنطويو عليها، هانتوما بهذا الشكل تنبداو نصبر. ولكن راه كففنا الثوب بعدا، حيت انا ما نجيوش نديرو نبداو نصلحو حنا ما مكففينش الثوب. خاص الثوب انه يتكفف قبل ما يتخطط او لا يتكفف من بعد. المهم كنديرو هكا، كتخدم وحده بوحده على هذا الشكل هذا. هي فيها الخدمه الخياطه، راه ما تيبغيوش يخيطوها بزاف بالنسبه للبنات الكبار، تيبغيوش يخيطوها. هنا فيها تما راه الصراحه طويله. الا كانت لاجيب كبيره ضروري تنشبها بالدرا والخيط عاد ديها المصلوح، ولكن الصراحة المصلوح ديال الزنقة خلي هاد لي بلي كيموتو صافي، كيبقاو في بلاصتهم واخا كتصبنها وهذا ما تيتحيدوش. المهم ها هي، ها هي البلية الأولى، هانتوما شوفو كنديرو البلية الثانية. هانتوما لي بلي ديالنا شفتوهم، شتيو كيوليو بحال هكا. المهم انا نخدم تنسالي الخدمة ديالي كاملة ونرجع معاكم اللي نبغي نخيطها. وها هي لا جيب بليسي ملي صلحت ليها لي بلي ديالها وجمعتها بالفناتي، لبستها لهاد المانكان هادي باش يبان لكم الطريقه. راه مازال ما ساليتها، ها نتوما فهمتي كلها كتجي بليسي. ودابا غنعملوا ليها لاستيك ونوريكم الطريقه ديال الطريقه كيفاش نصايبوه. انا راه صورتها لكم في المانكان هكا باش تشوفوها، حيت ملي غادي يكون فيها لاستيك ما يمكنش تدخل، ما يمكنش تدخل في المانكان ديال. ها هي كيما هكا، كنحاولوا شويه الخياطه نخبعوها ما تجيش باينه. كنديروا ليها هكا، كنشدوا ليها العبار هكا باش تجي داخل في البليه. هانت الا كيبان لكم هانتوما، خصنا هاد البليه تغطي لنا الخياطه. شدوها بالفناتي. الا كان عندنا دوره الحزام راه تنخليو واحد 16 سنتيمتر ديال السلسله. كاين انا هاد لاجيب هادي غير عندي هاد الطرف من البقايا ديال الثوب اللي تيشيطو ليا في الخياطه، وقلت نعلمكم فيها باش يبان لكم كيفاش. لان التصغير داك التصغير شويه ما كيبانش. المهم كتجي هكا كامله تتخيط. هذا بغيتكم غير تعلموا فيها. المهم غنخيطها، من الجناب، وغنوريكم الطريقه ديال الفصاله ديال الحزام. تندوروا على هذا الحزام كامل بالسنتيم، نشوفوا شحال غادي يعطينا. عندنا 70 سنتيمتر، هاد 70 سنتيمتر عندنا حنا لاستيك اللي غندير ليه غنديرو رقيق شويه، ما بغيتش ندير هذاك العريض. هذا فيه جوج ونص،
ولا جوج فاصله شي حاجه، المهم جوج ونص. هنا عندنا جوج ونص وجوج ونص يعني 5 سنتيم. هانتوما تنشدو العبار ديال 5 سنتيم بحال هكا، وكنزيدوها واحد ديال الخياطه اللي غادي تخيط من الفوق، وواحد الخياطه اللي غادي تخيط من التحت. شوفوا 70 سنتيم، ها هي. من هنايا عاوتاني كنزيدو جوج ديال الخياطه، يعني 72 سنتيم. الا كانت عندنا الحزام وغنديروا السلسله، هاد الطرف هذا غادي خصو يكون فيه 10 سنتيم، وهاد الجهه اللي غادي تجي للفوق كنديروا كنلصقوا ليها البيزلين. تنقطعوا الحزام ديالنا، تنسطروه العرض خصو يجينا كما قلت لكم يكون فيه 7 سنتيم. وها هي لاجيك ديالنا بعد ما درنا ليها لاستيك، ها هي كتجي هكا كلها بليات، كلها هانتوما. الا بغيتوها ديروها شارليستون، كديروا داك الطرف الفوقاني ديال لاجيك دغوات، هاد الطرف هذا، هاد الطرف هذا ديال لاجيك دغوات، وتتلصقوا فيه هاد البليات هادو على هاد الشكل هذا، هذا الربع. هادي هي شارليستون، هادي اللي كيكون فيها الطرف ديال لاجيب دوات البانس ديالو، والتحت كيكون بليسي بحال هكا. هانتوما الا صوبناها كتب كتجي على هاد الطريقة هادي. وهذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا وتشاركوا معايا في القناة باش يوصلكم الجديد ديالي. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.